تأملنا بنعمة المسيح في هذه الفرصة عن هذه الآية الخامسة من مزمور 51. ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. إيه معنى الآية دي؟ ها أنا ذا عن كل إنسان. مفيش واحد من البشر لم يحبل به ولم يولد، مفيش. في ناس من البشر لم يموتوا، أخنوخ ما ماتش، صار مع الله والرب أخذه. في كذا شخص تاني ما ماتوش، لكن مفيش واحد من البشر لم يحبل به. ما هو جه من فين؟ جه من فين؟ جه من بطن أمه. بطن أمه يبقى في عملية حبل وعملية ولادة، وكمان بتحمل هذه الآية عملية وحم. ففي عمليات بتجري في بطن الأم وبعدين الولد يتولد. يبقى هذا الكلام بالإثم صورت مش فقط عن داود، ده عن إيه؟ عن كل البشر. بالإثم صورته وبالخطية حبلت بي أمي. طيب صورت يعني ايه صورت؟ صورت يعني ايه؟ يعني الولد بيتشكل في ايامه اللي هي فيها الصورة ابتدت تبان، معرفش الشهر الكام يعني، ابتدى الولد او البنت او اللي في بطن امه ده ابتدى ايه يتكون. يعني بالإثم صورت، وصورت تحمل هذا المعنى بالإثم ولدت. وهنا ده يعني أن الإثم اشتغل جوه بطن المرأة حينما ابتدأ الحمل، وشغال، وآخر كمية من الإثم وضعت فيه في الدفعة الأخيرة وهو ينزل. لذلك لو نزل واد ما بيصرخش يقولوا عليه إيه؟ ده ميت، فين الصراخ؟ أو ابتدى يصرخ، يبقى صح صح. وربما هذه الصرخة لها علاقة بالإثم المركز اللي اتحط فيه قبل ما ينزل. نازل الدنيا، نازل الدنيا. وربما هذه الصرخة تشير إلى أمر غريب شوية، أنه نازل إلى أبدية تعيسة إن لم يؤمن بالمسيح، فيصرخ، يصرخ من المستقبل، يصرخ. جايز طبعا في ظروف طبية معروفة بيصرخ ليه وكلام ده، لكن احنا مش كلية الطب هنا، احنا بنتكلم على كلية إلهية. ايه الموضوع مع ربنا في الولادة؟ بالإثم صورت. وتاني ما اكتفاش بكده الوحي المقدس، كلام ده مش كلام داود، جايز داود نقول له يا داود انت اصلك كنت في ازمه نفسيه صعبه جدا لما البلوى اللي عملتها دي مع بالشبع، وده المزمور ده بعد حكايه بالشبع، فانت كنت تحت تاثيرات نفسيه صعبه جدا فبتبالغ. لا لا ما ببالغش، ده كلام الله، ده كلام الله، مفيش ولا حته فيه مبالغه، كله بوحي الروح القدس كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. ومن أعظم المزامير اللي أثرت في حياتنا الغلبان الشرير، وربما كلنا كده، هذا المزمور كل كلمة الله أثرت فينا. بالإثم صورت. وإيه تاني يا داود؟ وبالخطية. إيه الإثم؟ الخطية. اتنين ده مجوز ده مجوز، اسم الخطية، اسم يعني حاجة الشرور معينة، خطية يعني طبيعة، طبيعة شر في الإنسان، في طبيعة شريرة، طبيعة شريرة موجودة في الجنين. وبالخطية، بالخطية إيه؟ بالخطية حصل إيه؟ قال هنا إيه؟ حبلت. وحبلت برضو تعني معنيين، يعني الوحم والحبل متشابهين خالص، يعني قريبين بعض أوي. يا رب ده أنفير، وده ما ينفعش، ودي فكر مسيحي ينقضه كل الفلسفات والأديان ما عدا المسيحية. يرجع بينا الأصل للحكم اللي صدر من الله على الخطية، وحنجد هذا الأمر مؤكد 100%. الحكم ده صدر إمتى؟ صدر في جنة عدن،
في الأصحاح الثالث من سفر التكوين، لما الحية أسقطت حواء وأغويت حواء، ودي المصيبة اللي دخلت الأمر ده، وسدت الشيطان، ودي الكارثة اللي هي عملتها واللي احنا للأسف بنعملها لغاية النهاردة، بيخدعنا الشيطان كتير جدا، وأكلت من الشجرة وأعطت رجلها فأكل واتفتحت عينيهم، طلع الشيطان صح، الشيطان كذاب، حتى لو ظهر أنه صح برضو كذاب، وأبوه الكذاب، فتحت عليهم، عرفوا أنهم عريانين، خطأ وراقتين، صنع على أنفسهم مآزر، الرب جاي يحل المشكلة اللي هو كان عارفها منذ الأزل. نادى الرب إله آدم، ليه؟ لأنه هو ده رأس الخليقة، حوى منه، هو ده الرأس. أين أنت؟ سمعت رد، سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. الرب عارف كل حاجة. مين قال لك أنك عريان؟ هل أكلت؟ بيساعده عشان يعترف. هل أكلت من الشجرة اللي أوصيتك ألا تأكل منها؟ قال المرأة جعلتها معي، هي أعطتني من الشجرة فأكلت. قال المرأة ما هذا الذي فعلتي؟ إيه اللي عملتي ده؟ فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت. مش ده موضوعنا، أنا عايزين نوصل للحكم. فقال الرب لها الحية، حكم عليها على طول، لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية. بدل ما كانت الحية حيوان خلقه ربنا لفايدة، صار ملعون، أول حيوان اتلعن في الوجود الحية، وبعدين اتلعنت الأرض كلها. على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وبعدين راح جه هنا وقال لها إيه؟ قال لها وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. الآية اللي ألفوها البشر، لأن كان لازم تؤلف، رب ما قالهاش، لكن هم لازم يقولوها عشان يختصروا الموضوع. نسل المرأة يسحق رأس الحية. الآية دي مش موجودة في الكتاب، الموجودة الآية دي، أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. مش غلط اللي قلناها دي، عبارة عن آية مختصرة جاية من الكتاب، مش غلط يعني، بس مش هتلاقي لها شاهد، ما تدورش عليها. طيب المرأة بقى قال لها إيه؟ وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك. يبقى جاب الحبل وما جابش، ما جابش الحبل، الحبل، عشان كده الكلمة اللي قلناها وبالخطية حبلت بي أمي، يبقى هنا الحبل موجود، بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، فهنا إيه؟ جايب الحبل الأول عشان بيقول على ترتيب الأحداث، إيه اللي هيحصل لك لما تحملي ولد. تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، نقطة، وبعدين بالوجع تلدين أولادا. ففي الحبل أتعاب، وفي الولادة أوجاع. في الحبل أوجاع، وفي الولادة أتعاب. نفس الكلام اللي ذكره داود، بس هناك بقى داود ذكر السبب بالروح القدس. إيه السبب؟ إيه السبب يا ربنا؟ هل ده يعني حكم قضائي ملوش مستندات؟ ربنا ما عندوش الحكاية دي خالص، مستحيل، ما فيش مستندات. ده مش بس ربنا يدي مستندات، لا، ده مش بس كده، ده القضاء العادي بيدي مستندات، ده الحكم القضائي الإلهي مبني على هذه الحقيقة الصارخة في الوجود، اللي هي إيه؟ إن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. أنت عملتي إيه يا حواء دلوقتي أو النهاردة؟ عملتي إيه؟ أكلت من الشجرة تلقائيا، تلقائيا، تلقائيا الإثم شغال جواك، ولادك أخذوا هذه الطبيعة لأنك أنت أخذتيها. إيه الطبيعة دي؟ طبيعة الإثم، طبيعة الخطية. لذلك الله طرد الإنسان،
تغيرت طبيعة الإنسان. بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأم. دي كارثة. نعم كارثة. نعم كارثة. لذلك تعبير مشهور جدا بسمعه في كل الخدمات، أنت عايز تهلك لا تفعل شيء، أنت هلك، مصيرك الهلاك. ليه؟ لأنك أنت من الولادة كده، من الولادة كده. الخبر بقى الرهيب النهاردة اللي احنا عارفينه قبل كده، إن في علاج لهذا الأمر. إيه العلاج ده؟ أهو ده العلاج الوحيد الناجع، العلاج الوحيد الكامل، العلاج الوحيد اللي حل المشكلة. إيه العلاج ده؟ العلاج ده زي ما الحكم كان من البطن، العلاج ده لازم يكون من إيه؟ من البطن. العلاج من البطن، يعني بطن أمي. لا بطن أمك مين يا عم؟ خلاص أمك وإجابتك وخلصك. زي ما نيقوديموس قال المسيح، يعني أدخل بطن أمي تاني مش هيقع، ولو دخلت هتطلع زي ما أنت كده برضو، مش بطن أمك. ما البطن مين؟ العلاج في بطن مين؟ في بطن حواء. حواء الجديدة. ايه حواء الجديدة دي؟ حواء الجديدة دي بنت حواء القديمة، وهذه الابنة أنعم عليها من الله. ما هيش بره، ما هياش قدوسه، ما هياش بلا خطيه ابدا، هي علمت ذلك. طبعا فاهمين بنتكلم عن مين؟ عن مريم العذراء. انعم عليها من الله. ثم بعدين قرر الله في محبته ونعمته وخطته لبني البشر، لأن لازم يجيب حواء جديدة لكي يهيئ فيها جسدا للقدوس، لله نفسه. مين حواء الجديدة دي؟ مفيش حواء بلا خطية، مفيش. اختار واحدة يعني مش متفاعلة مع الشر اللي هي ولدت بيه. بعد ما أعطى الناموس هذه السنوات الطويلة، بتحب الناموس وبتحب الشريعة وبتحب الله وطريق الله معلن، أقرب واحدة موجودة في العالم في طاعتها لطريق الرب، لكن ليست بلا خطية، ليست بلا خطية. طب دي إزاي هتكون فيها قدوس؟ دي معجزتي مش معجزتها، دي قدرتي مش قدرتها، دي إمكانياتي مش إمكانياتها. هي إمكانياتها تخلف عيال بالإثم صوروا وبالخطية حبلت به. إيه اللي هتعمله؟ قال الرب: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. حماية رهيبة، حماية رهيبة، حماية. كل ما هو عاطل داخل مريم العذراء حصل له عزل. ابعد 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 عن السكة دي، ابعد. ليه؟ لأن في نار آكلة داخل بطن مريم العذراء. النار تشتعل في العليقة والعليقة لا تحترق، في نار جوا بطن من العذراء. ايه النار دي؟ الى هنا نار آكلة. ابعد 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 ابعد. وبعد كل ما هو غير قدوس في بطن مين القدوس؟ الله بس. الله وحده هو الذي كون هذا الجسد مستخدما الظروف الطبيعية بتاعت الرحم، بتاعت اللي بيتوحم، تتوحم او بيتلد، اللي بيتكون فيه الطفل ده كان معزول تمام في بطن مريم العذراء. لذلك أعتقد أن حبل مريم وولادة مريم كانت تختلف عن حبل وولادة أي واحدة تاني، لأن اللي جوه مش بالإثم صور.
فالحل لازم يولد في هذا العالم الله بس، الحل غير موجود خارج الله. المعجزة الكبيرة حدثت، تصوروا أعظم شيء في الوجود عند الله لحل هذه المشكلة، مشكلة بالإثم صورت وبالخطية حملت بأمي، أني اتولد الله، اتولد الله، المشكلة اتحلت خلاص. بقي شوية وقت مش طويل، 33 سنة وكم شهر بس. المعجزة الرهيبة ميلاد المسيح، إزاي يتولد في بطن مريم العذراء؟ إزاي فعله الله؟ بذبائح ومحرقات لم تسر، لكنك هيأت لي جسدا. كل البشر بالإثم صوروا، بالخطية حبلت بأمي، ما عدا الإنسان الكامل يسوع المسيح القدوس المولود منك يدعى ابن الله. صلب المسيح، الصلب كان رهيب وصعب جدا. بعد الصلب حصل ايه في اليوم الثالث؟ قام المسيح. دي بقى أسهل حاجة، صعد، لازم يصعد لأنه هو من السماء، هو مش من الأرض. الذي من السماء من السماء يتكلم، الذي من الأرض من الأرض يتكلم. صعد المسيح. بس اسمع بقى الخبر الحلو ده، اسمع الخبر الحلو ده، خبر يحل قلبك. لما قام ما قامش وحده، أمال إيه؟ هللويا، أقامنا. تصوروا، تصوروا يا حبايبي إنه جوابنا أنا، أنا من قبل ما أبويا يتجوز أمي، يعني من قبل ما ناجي، ومن قبل ما جد 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 خدها لغاية إيه ساعة تاني كده، جدي اتجوز تيتي 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 تيتي. يعني إيه؟ يعني من قبل الأزمنة الأزلية وأنا مش موجود طبعا، وأنت برضو وأنا مش موجود، قومني معاه. إيه ده؟ إيه ده؟ دي حقيقة. قومني معاه قبل أن أوجد، لم أكن شيء خالص، ولا جدودي ولا جدود جدودي، أقامني معه قبل جنة عدن، قبل الأزمنة الأزلية، بعيد خالص 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 من وجود الله. والكنيسة قائمة في الابن، الكنيسة قائمة في الابن. أقامنا معه وأجلسنا معه، مش أقامنا بس، هو أقامنا بس وكده نص ناقص كثير، احنا نقعد نعمل ايه في الأبدية هناك؟ نعمل ايه؟ أجلسنا معه في السماويات، أعطانا ملكا كهنوتا أبديا، تلذزا عجيبا، نعمة غنية. بصراحة أنت فين في القصة دي؟ أنت فين؟ كلنا قصة واحدة، بالإثم صورت، بالخطية حبلت بي أمي، اتولدنا وصرخنا أنا وأنت وكل الناس. لغاية كده مطلوب منك حاجة، مطلوب منك إيه؟ أنك تقبل نعمة الله المقدمة إليك. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، ذلك ليس منكم. يعني ليس منكم، أنا مش مطلوب من، لا مش معناه مش مطلوب منك حاجة، ليس منكم يعني مش أنت اللي هتستحدث الإيمان، الإيمان يقدم لك، النعمة تقدم لك، صوت الله يتكلم إليك. اوعى ترفضه، اوعى تعمل دماغك كده مش حاسمة، اوعى تقول لا لا لا، لكن لما تسمع الصوت قول أمين أمين. مريم عذراء سمعت الصوت، كان صوت ملاك قال لها إيه؟ طوبى لك يا المنعم عليه. إيه ده؟ ما هذه الرسالة؟ بمعنى كان الروح القدس يحل، هو ذا أنا أمة الرب ليأكل لي قولك. بعد يقول لي حينئذ مضى من عنده، لو كان مضى قبل الكلمة دي ما كانش حصل حاجة، مستني الكلمة دي، مستني الكلمة دي، هو ذا أنا أمة الرب ليأكل لي قولك. ألف سلامة، تم الموضوع خلاص، قبلتي تم الموضوع. ويجي الرب يكلمك يا إنسان يا مولود طبيعي، سواء اسمك مسيحي اسمك مسلم اسمك هندي اسمك درزي أي حاجة، يقول لك النعمة مقدمة لك.
طريق الخلاص مقدم لك، إن المسيح حمل إثمك على الصليب، حمل خطاياك على الصليب، كل اللي أنت مولود بيه ده وأنت عايش فيه يتشال من عليك، تتبرر متبررين مجانا بنعمة المسيح. الرب حل المشكلة، تعمل إيه؟ قول له أمين يا رب، أنا تبعك، أنا بتاعك، أنا خدامك، وأنا أستاهل، أستاهل تغير طبيعتي وتغير جوايا وتغير أعماقي، أنا عبدك ابن أمتك، زي ما قالت مريم هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. آخر حاجة هنختم بيها، من فضلك لاحظ أن الطبيعة الفاسدة اللي جواك وجوايا بتعمل كل يوم، الإثم والخطيئة شغال جواك حتى بعد التجديد. نعم، لا دي تتخضني، ما تتخضش، في علاج. ايه اللي تتخض ليه؟ مذكور في الكتاب المقدس، الروح يشتهي ضد ايه؟ ضد الجسد. الجسد ايه؟ فيك مؤمن، والجسد ضد الروح، وهذان الاثنين دول يعملوا ايه؟ يقاوم احدهما الاخر. طب نعمل ايه الحل؟ بالروح تميتون اعمال الجسد. يبقى الأول تقبل نعمة الله المخلصة عشان الروح يسكن فيك، تبقى إنسان الله، الله يسكن فيك، تتشال المشكلة اللي هي من قديم الزمان في جنة عدن دي لما أغوي الإنسان تتشال. ثم ثانيا تجاهد الجهاد الحسن بالروح، تميت أعمال الجسد، موت موت، زي ما الرب عمل في بطن مريم، ابعد 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 ابعد، هنا الملك، ما تقربش ما تقربش. هيأت لي جسدا، رب عايزك إنسان روحي، إنسان روحي بتجاهد الجهاد الحسن عشان يكافئك مكافآت. كل ده فوق هيتكشف، كل ده فوق هيتكشف وهيتعرف، وكل واحد هياخد أكليله على داير المليم بالمصري يعني، ولا داير السنت بالأمريكاني، هتاخد مكافئتك للآخر. من فضلك ما تضيعش سنت واحد من مكافآتك في الأبدية. اوعى تكون لسه ما قابلتش الرب، انت تبقى عايش في الضياع وفي الهلاك من بطن أمك. طيب وفي الأبدية تبقى مصيبتك سودة، اقبل الرب تخلص، جاهد الجهاد الحسن، أكاديلك تطلع فوق 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 خالص. طيب دلوقتي بناء على هذا الفكر والتعليم والإعلان، في سؤال محيرني أنا شخصيا، السؤال ده كان محيرني بس أفتكر محيركم أنتوا كمان. الطفل اللي بيموت أو حتى اللي بيموت أثناء الولادة أو قبل الولادة بيروح فين؟ أسهل إجابة يروح السماء. طب إزاي بيروح السماء وهو بالاسم صور وبالخطيئة حبل اليوم؟ هو يعني يروح جهنم؟ طب عمل حاجة؟ ده سؤال محير. طب ايه المشكله ان الاطفال بدل ما عملوش خير وشر؟ مكتوب عن المسيح لم يفعل، لم يعرف الخير والشر، خلاص الى ان يكبر الصبي في نبوات اشعياء لاحاز، كلام عن المسيح العذراء تحبل وتلد ابنا. فطب يعني كان المسيح ما طب ما عرفش ليه بيتكلم المسيح ما عرفش؟ لانه يعني لسه ما اتولدش، بيتكلم عن المسيح الانسان يعني. طب خلاص يبقى اي طفل ما يعرفش الخير والشر رايح السماء؟ ما لا، بالنسبه للحقيقه بتاعه النهارده دي ما بتقولش كده، يعني رايح جنة؟ لا برضه ما تروح، مش رايح جنة. امال طب مين كيف يروح؟ فين الطفل ده يروح فين؟ طب ليه مشكله انه ما يروحش السماء ليه؟ لانه مكتوب ايه في الكتاب غريبه جدا في سفر المزامير، يقول لك اضرب باولادهم الصخره. يعني ايه؟ يعني الاولاد دول يروحوا جهنم؟ اضرب بأولادهم الصخرة، بيتكلم عن أولاد الأعداء الإسرائيل، داود بيقول كده. وبالحتة الثانية أن أولاد رايحين السماء اللي هي لم يعرف الخير والشر، خلاص يبقى ده ما عرفش، لأنه يعني حسبوا عليه الأعمال والأقوال. الفكر ده بقى حل المشكلة. إيه حل المشكلة؟ إيه؟ في نهاية سفر الرؤيا يقول كده، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار والكبريت. طيب دول مكتوبين ولا مش مكتوبين؟ الله يعلم، الله يعلم.
ازاي الله يعلم؟ برضو انا ما اعرفش، لكن سفر الحياه ده مكتوب فيه كل المخلصين، كل المخلصين بما فيهم الاطفال اللي ما تولدوش او اللي تولدوا، يعني السقط اللي نزل ده مكتوب هناك اسمه او مش مكتوب، والطفل الصغير اللي عمره سنه ومات مكتوب او مش مكتوب، وما حدش هيدخل السماء الا اللي مكتوب في سفر الحياه. طب يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه الرب اللي يعرفها، هو كتب مين وما كتبش مين، لكن احنا نقدر تجس شويه، بس الجيسنج ده مش 100% صح. نقدر نقول ان الرب في خطته وادراكه وعلمه السابق عارف ان الولد ده ايه او الطفل ده له، فالله يعلم من هم له منذ الازل، منذ الازل. هو الطفل ده اللي مات ناقص عمر، وناقص عمر دي اراده الهيه، اتخلقه لايه يا رب؟ ولو كبر كان هيعمل ايه؟ ده في علم الله، في علم الله. احنا كل اللي عندنا ده سؤال بس محير بيتسال، دي الاجابه اللي انا وصلت لها بقى صرحتكم بيها. الاجابه الاكيده كتابيا انه كل من وجد اسمه مكتوب في سفر الحياه لم يطرح في بحيره النار المتخذه بالكبريت، وكل الخليقه يا اما في سفر الحياه يا اما بره. اللي في سفر الحياه واصل السماء، اللي مش في سفر الحياة واصل لجهنم. لذلك أهم شيء ليك يا راجل يا بالغ ويا ست يا بالغة ويا اللي بتفهم، أنك تتأكد أن اسمك مدون هناك، وأن في علاقة بينك وبين ربنا، وفي شريكة بينك وبين ربنا، وأنت متوكل على الرب. ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الله، ولإلهنا كل المجد للأبد. آمين.